بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. بخصوص موقف بدر بنون، لان موقف بدر بنون الناس بدات تتكلم كتير حوالين ان الاهلي هيمشي بدر بنون، الاهلي هيستغنى عن بدر بنون. كل الكلام ده مش حقيقي، الاهلي مش هيستغنى عن بدر بنون. فكره الاستغناء عن بدر بنون مش مطروحه اساسا، لان اللي مش عارف موقف بدر بنون، فبدر بنون اصيب بكوفيد مع المنتخب المغربي في الكاميرون في كاس الامم الافريقيه 2021 اللي اتلعبت 2022، وللاسف حصلت له مضاعفات كوفيد فاثر على عضله القلب عنده. نفس الموضوع اللي حصل مع لاعب بايرن ميونخ الفونسو ديفيز، بس الفونسو ديفيز قعد شهرين ثلاثه في البيت وبعد كده رجع للتمرين الثاني. في موقف بدر بنون بيقال ان بدر محتاج راحه من 3 لـ5 شهور، والاهلي ما عندوش مانع على فكره ان بدر بنون يقعد 5 6 شهور لحد نهايه الموسم، بس اهم حاجه ان هو يرجع سليم ومعافى، لان القصه في الاهلي قصه احترافيه وقصه انسانيه. ما ينفعش ان الاهلي يفكر ان هو يتخلى عن بدر بنون في الموقف اللي هو فيه. الاهلي واخد موقف ثابت ان هو مش هيتخلى عن بدر بنون مهما حصل، لان بدر بنون الموضوع بالنسبه للاهلي بقى زي موضوع مؤمن زكريا. الموضوع ما ينفعش انك تفكر تتخلى عن بدر بنون، كل اللي انت لازم تعمله انك تدعم بدر بنون. فالكلام على فكره ان الاهلي هيستغنى عن بدر بنون في مدافع عراقي بديل لبدر بنون وكل الكلام ده كله هكس وكلام اعلام لا اكتر ولا اقل. وفي النهايه بنتمنى الشفاء العاجل لبدر بنون مدافع المنتخب المغربي ومدافع النادي الاهلي. ربنا يشفي بدر بنون ويرجعه تاني سليم معافى للنادي الاهلي، وربنا برده يشفي مؤمن زكريا ويرجعه سليم معافى لبيته وللملاعب، بس المهم يرجع سليم ومعافى تاني.